تفضلوا عندنا. تحية نضالية اليوم غادي نحيدوا الخوف. تحية نضالية قيادة الوطنية. وتكلموا وقفوا وقفوا وتكلموا حيدوا الخوف. راه ما كاينش اللي خارج علينا قد الخوف الذي يسكننا. تحية نضالية قولوها عاليا ليسمع صوتكم. وقفوا. وإذا قلتوا ارحل أخ النوش قولوا ارحل أخ النوش. قولوها بقوة. ارحل أخ النوش. قولوها بقوة. ارحل أخ النوش. ارحل أخ النوش. ارحل أخ النوش. ارحل ارحل أخ النوش. ارحل ارحل هكذاك. حيدوا الخوف. ما كاينش اللي خارج على الديمقراطية. ما كاينش على التقدم. وأخ النوش ارحل. وأخ النوش ارحل. ارحل ارحل. ارحل ارحل. أخ النوش علي ديكاج. أخ النوش علي ديكاج. أخ النوش علي ديكاج. أخ النوش علي ديكاج. وأخ النوش زيرو. أخ النوش زيرو. وأخ النوش زيرو. وأخ النوش زيرو. والنتائج زيرو. والنتائج زيرو. وأخ النوش ارحل. وأخ النوش ارحل. ما كنسمعكمش. وأخ النوش ارحل. وأخ النوش ارحل. وارحل ارحل. وارحل ارحل. وارحل ارحل. ارحل ارحل. وتحية نضالية. وتحية نضالية للقيادة الوطنية. والقيادة الوطنية. وتحية نضالية. تحية نضالية. وها هي ها هي. ها هي ها هي. للقيادة الوطنية. والقيادة الوطنية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المجلس الوطني المحترم، السادة أعضاء وعضوات المجلس الوطني، السادة الإعلام، السيدات ممثلي المنابر الصحفية، أعضاء وعضوات الطلبة المقصيين من اجتياز المباريات بسبب السن، ألف تحية ومرحبا بكم جميعا. في البداية، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى السيد وزير الثقافة الأخ المهدي بن سعيد، الذي رغم اختلافنا العميق ورغم انتقاداتنا العميقة إلا أنه أبى إلا أن يوافق في اليوم الذي اتصلنا به على تسليمنا هذه القاعة الجميلة. وهذا هو الاختلاف الديمقراطي الذي نسعى إليه، هو أن ندافع على حقك في التعبير رغم أنك غادي تجي وغتنتقدني وغتقول فيا ما لم يقله مالك في الخطر وغتجي. هذه هي الديمقراطية اللي بغينا نبنيوها. هذا هي حرية التعبير اللي بغينا نبنيوها في هذا الوطن، وطن ديال المستقبل، وطن ديال الشباب. لذلك أقول له كنت أتمناك أمينا عاما وحيدا منفردا لهذا الحزب بعد انتكاساته وبعد ولادته. لذلك في الشباب المغربي كما عندهم أمل في الحزب المغربي الحر، كما عندهم أمل في حزب الحركة الشعبية، عندهم كذلك أمل في كافة الأحزاب المغربية أنها تنوض بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة، وننقي نفوسنا ونلتجئوا ونراجعوا ضميرنا ونشوفوا اش خص هذا الشعب، هذا الشعب المقهور، هذا الشعب المظلوم، اش خصو. هذا هو المغرب الذي نسعى اليه. جئت اليوم وانا لابس الكوفيه الفلسطينيه على غير عادتي، علما أن حمل هذه الكوفية هو شرف، ولكن كنت كنقول أنا حملت الكوفية ملي كنت طالب. دابا كما قال لي السي حاتم
انت رجل دولة امين عام، خص الامور تكون رسمية. كنقول له نعم، ولكن هذا تعبير انساني، هذا تعبير، هذه رسالة الى اخوتنا الشهداء في فلسطين، الى اخواتنا في القدس، الى اخوتنا في غزة. هذه رسالة. اليوم لم يعد وحدهم العرب، لم يعدوا المسلمين، اليوم كل حر، وحنا الحزب المغربي الحر أصبح يفتخر بلباسه هذا الكوفية. فلسطين فلسطين ضيعوك ضيعوا، فلسطين فلسطين ضيعوك ضيعوا، ولا سلام الاستسلام تتحرير فلسطين. اليوم هي رسالة تضامن كذلك مع الطالبة المغربية التي لبست هذه الكوفية إلا أنها فوجئت أن واحد المغربي بحالها، مغربي يشرب من الماء ديال هذه الأرض وعاش في هذه الأرض الطيبة، ويمكن أحد الجدود ديالو مدفون مع شهداء القدس اللي مشاو مع صلاح الدين الأيوبي لتحرير القدس، وتفاجأت أن السيد العميد رفض على أنه يسلمها الجائزة. ورسالتي للسيد العميد، أي عار حل بك أنت وأهلك وكليتك بهذا التصرف الذي لم تتصرفه لا الجامعات الأمريكية ولا الجامعات الأوروبية، فهذا عار ولا أدري كيف ستغتسل من هذا العار. رسالتي كذلك إلى أصحاب مقال كلنا إسرائيليون، والعار أنه مغربي، وهنا كنقول له وأنا أحمل الكوفية، حنا ماشي إسرائيليون، حنا مغاربة. وما معنى أن تكون مغربيا؟ معنى أن تكون مغربيا علم أن جدك أنه ربما يكون مدفون كشهيد في القدس، معنى أن تكون مغربيا، معنى أن تكون مغربيا عرف على أن عندك أملاك وأوقاف في باب المغاربة قرب القدس الشريف. معنى أن تكون مغربيا هو أن تعلم أن أمير المؤمنين والملك ديال هاد البلاد يترأس لجنة القدس. هذا ما يعني أن تكون مغربيا وليس إسرائيليا. لذلك فاحنا اليوم نعبر أولا عن سعادتنا وعن امتناننا بالمواقف المشرفة لجلالة الملك في قضية غزة وقضية فلسطين، كما نعبر كذلك إلى كل المواقف المشرفة في المغرب، وأنه لا زال المغرب بخير لولا هذا العدد الضئيل الذي يسعى إلى تغيير هوية المغاربة وتغيير مواقف المغاربة وتغيير تاريخ المغاربة. هذا التاريخ الذي ينسجم فيه العربي والأندلسي والأمازيغي والصحراوي باش يعطي واحد اللوحة منفردة من المواقف المشرفة تجاه القضايا العادلة في العالم أجمع. شكرا السيد رئيس المجلس الوطني على اختيارك لعنوان هذه الدورة والتي عنونات بجميعا من أجل وطن المساواة. وهنا غادي نفتحوا فعلا واحد القوس، هل فعلا حنا نعيش وطن ديال المساواة؟ ملي النص ديال التلاميذ المغاربة كيدوزوا النصف ديال العام في الإضرابات بسبب الحكومة وبسبب وزير التعليم وبسبب رئيس هذه الحكومة، والنصف الآخر اللي عنده الإمكانيات كيتمتع بالتعليم الخصوصي أو يعاني من هاد الاشتراكات الغالية ديال التعليم الخصوصي. هل هكذا نبني مستقبل المغرب المساواة؟
كيف نبني مستقبل المغرب المساواة والنصف ديال المغاربة المرضى كيعانيو في المستشفيات العمومية، والنصف الآخر اللي عنده الفلوس كيتعالج في الخارج، والنصف الآخر يعاني ليل نهار في المستشفيات الخاصة والمصحات الخاصة؟ هل هكذا نبني مغرب المساواة؟ كيف يعقل أيها الإخوة الأخوات أن عندنا طلبة تجاوزوا سن 30 سنة بيوم حرموا من حقهم حتى من اجتياز المباراة؟ هاد الناس ما كيطلبوش ينجحوا، هاد الناس ما كيطلبوش يدوزوا، هاد الناس كيطلبوا فقط حقهم يدوزوا المباراة، يدوزوا بحالهم بحال الناس، وماشي خارج القانون، داخل إطار قانون الوظيفة العمومية وداخل إطار قانون الدستوري والدستور ديال المملكة. وكنجيو كنحرموهم بجرة قلم من فقط اجتياز المباراة، وربما يسقطوا ربما هادو بغاو غار يدوزوا. وكنحرموهم كنقولوا لهم في التوسين ديال 30 سنة، وكيجي وزير العدل وكيدخل الصديق ديالو في المباراة ديال المنتدبين سرافيقي ولا أبو لهاب ولا ما عرفت شنو سميت أبو حفص، كيدخلوا هو عنده 50 سنة. كيفاش غنجاوبوا هاد الشباب بأننا عندنا وطن المساواة وهما كيشوفوا واحد داز خارج إطار القانون وخارج إطار قانون الوظيفة العمومية فقط لأنه هو صديق وزير العدل أو يشتغل بالقرب من وزير العدل؟ واش هكذا سنبني وطن المساواة؟ من اللي كنشوفوا الفروق المجالية ما بين المغرب العميق وما بين المغرب الآخر الذي يعتبر شيئا ما نافعا، من اللي كنطلعوا الجبال وكنلقاو الفروق بين هاد المجالات وكنلقاو الناس ما عندهاش حتى الماء، الناس كتموت بالعطش، الناس ما عندهاش المدرسة، كنبداو نقولوا واش رجعنا 30 سنة واش رجعنا 50 سنة الوراء؟ وكنلقاو مغرب آخر يستعد إلى الملتقيات الكبرى. حرية كرامة عدالة اجتماعية، حرية كرامة عدالة اجتماعية، حرية كرامة عدالة اجتماعية. في هذه المسألة ديال المغرب العميق واللي الحزب ربما خدا شعار ديال الدفاع على أبناء المغرب العميق واللي ربما هم أغلبيتهم من أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب السياسي، عندي ربما واحد الحلم. واسمح لي يا ولي العهد مولاي الحسن إلى تجرأت وبعثت لك هذه الرسالة من أمين عام حزب سياسي شاب، أنه في مغربنا كل ولي عهد كان يطبع فترة ولاية عهده بعمل معين وبطابع معين. شاهدنا مع المغفور له الحسن الثاني كيف بنى طريق الوحدة باش يشرك مغرب الشمال ومغرب الجنوب، وهذاك طريق الوحدة والأوراش التي كانت تنفتح معه ما كانتش فقط أوراش ديال البناء التي كان يشارك فيها المغفور له بيده، ولكن كانت كذلك أوراش سياسية شاركوا فيها شباب الأحزاب السياسية آنذاك، ونقاشات سياسية في مستقبل المغرب لما يمكن أن يعلم منه من اهتمام بالأحزاب السياسية واهتمام بشباب الأحزاب السياسية. ولا كانت فترة ولاية العهد ديال مالكنا الحالي أمير المؤمنين هي فترة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة بالفقراء، فأنا أتمنى من ولي عهدنا أن يطبع مسيرته بالاهتمام بالمغرب العميق، وربما زلزال الحوز
هي إشارة ربانية إلى ضرورة الاهتمام بهذا المغرب اللي فيه يدخر بالقوى البشرية ويدخر بالمواهب ويدخر بالرجال والنساء الذين يحبون هذا الوطن ويتشبثون بملكيته وبمؤسساته. اليوم الإخوة الأخوات المقصيين من اجتياز المباريات، ربما أنتم ما عارفينش علاش أنتم مقصيين، لأن كاين واحد القرار ديال البنك الدولي كيقول من بعد ما لاحظ على أن صناديق التقاعد مشات في السراب بالملايير، ما كنهضروش هنا على عشرة المليون ومئة مليون، كنهضروا على الملايير. دار واحد التوجيه إلى هذه الحكومة المنصاعة عديمة البدائل وقال لهم عرفتي شنو؟ راه خصكم تقلصوا في سن الموظفين وتزيدوا في سن اللي غادي يخرجوا المتقاعدين باش تطوال هذيك المدة. اليوم ربما اللي غادي يخرج للتقاعد ما تبقالوش حتى اسبوع الى المقبره باش ما يخلصوا عليه لا طبيب ولا امراض ديريكت. كارثه ايها الاخوان. هذا باش تعرفوا فقط السبب الحقيقي وراء اقصائكم، ان هذه الحكومه حكومه تابعه، حكومة غير قادرة، كما قال الأستاذ حكومة الكفاءات الفاشلة، غير قادرة على ابتكار الحلول اللي تنقذ شباب هذا الوطن من اليأس، واللي تنقذ شباب هذا الوطن من الهجرة، واللي تنقذ شباب هذا الوطن من الحلم بالانتحار في البغاز. هذا هو الإشكال. اليوم أيها الإخوة الأخوات، سمحوا لي نقول على أن الحزب المغربي الحر بالتزامه وبنضالته فعلا أصبح يشكل استثناء في انفتاحه على الشباب ديال هذه البلاد وفي كسبه ثقة شباب هذه البلاد. وحنا فخورين الأخ الممثل ديال الطلبة المقصيين، واخا تجي عندنا غير بوحدك مرحبا بك، حنا فخورين حنا فخورين باللي جا عندنا وباللي كلفنا بملفه، وكنعتبروا هاد الثقة في حد ذاتها هو كنز لعمل ومجاهدة أبناء وبنات هذا الحزب لكسب هذه الثقة رغم معاول الهدم، رغم المكائد، رغم السياسة التي تسعى ليل نهار إلى أن يدمر هذا الحزب وإلى أن يتشتت هذا الحزب، إلا أن هذا الحزب ما فاتئ كيخرج من الرماد أقوى من سابقه. كنعرفوا هذا الشيء وكنحسوا به، كنعرفوا في الوجوه اللي كتضحك لنا وكتضرب لنا من تحت، كنحسوا بهذا الشيء أن الصوت للحزب المغربي الحر ما خصوش يبقى وخصو يندثر، وكلما يكتمون هذا الصوت إلا أن الله يأبى إلا أن يتم نوره. لأن علاش أيها الإخوة والأخوات؟ لأن هذا الشباب والشابات بالنية، خدامين بالنية، ما عندهم حتى شي أحقاد على شي مسؤولين، ما داخلين حتى في شي صراعات شخصية، همهم الوحيد هو هاد البلاد يشوفوها كما تمنوها. هاد الشباب الهم ديالهم الوحيد هو انهم يعيشوا في وطن ديال المساواة، يعيشوا في قيام ديال الحرية وديال الديمقراطية وديال الكرامة. لذلك هاد الحزب هو واضح وبيض، وكنقول اللي كيسعوا يهدموه ما تخافوش منا وما تخافوش علينا، احنا جايين، ما تخافوش منا احنا مسؤولين، وما تخافوش علينا احنا جايين،
جايين من دابا سنة سنتين ثلاث سنين عشر سنوات عشرين سنة، لا بد لهذا البدرة أنها تنفتح ولهذا الشجرة أنها تكبر. شحال ما بقيتوا تهدموا. وناضل يا مناضل ناضل يا مناضل يا مناضل ناضل أجل الحرية أجل الكرامة أجل التغيير ناضل يا مناضل. متشرفين وسعداء لنا وقفنا مع ضحايا زلزال الحوز نهار اللي جاو دقوا باب الحزب وقالوا احنا ما وصلناش ما وصلوناش. العديد من الأمور اللي وعدونا بها فتحنا لهم باب الحزب ومكناهم من الإعلام اللي جا مشكور. فتحنا أبوابنا للطلبة الأطباء، من هنا تحية إلى الطلبة الأطباء وإلى الأطر الصحية. فتحنا بابنا لأولياء تلاميذ القطاع الخاص اللي كيعاني وليل نهار. فتحنا بابنا لكافة الشباب المقهور المعطلين، كل شيء كيلقى في الحزب المغربي الحر الباب المفتوحة. كنتي داير الخمار ولا داير النقاب ولا داير الحجاب ولا بالشعر ولا لابس الكوستيم ولا لابس الجلابة، كل هاد الاعتبارات ما كيناش في الحزب المغربي الحر. كاين اعتبار واحد هو الحرية، هو حرية التعبير، هو الكرامة، هو خدمة الوطن. هذا اللي كنعطى عارف التزام، عارف التزامات ديالك. قم على الأستاذ عنده التزامات. شكرا أستاذ. شكرا الأخ عنده التزامات، الأخ الصديق حاتم، تحية منه وإليه وإلى كافة عضوات وأعضاء حزب الحركة الشعبية. السيد الأمين العام تحية. قلت أيها الإخوة والأخوات، الحزب المغربي الحر ما عندك فين تلف. الفكرة ديالو سهلة وبسيطة ومبسطة. الحزب المغربي الحر قائم على مبدأين، هو مبدأ الدفاع عن القيم المغربية الأصيلة ومبدأ الدفاع عن الحرية. الحرية المرتبطة بالقيم واللي كنعتبروها هي الأساس الحقيقي لأي تنمية. هذه هي الفكرة، ما عندناش ثلاثة، الحرية والقيام. لذلك اسمح لي أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني أنني نهنئكم بانتصارات اللي حققها الحزب المغربي الحر فيما يتعلق بمدونة الأسرة ضد الحداثة المتطرفة وضد دعاة تدمير الأسرة. حنا بعد ما خوى الساحة من يدعي الدفاع عن الإسلام أو الإسلام السياساوي، بقاو المغاربة لقونا غير حنا نجيب ونفضح المكائد التي كانت تخطط لا لأمير المؤمنين ولا لمدونة الأسرة. والحمد لله سمعنا أخيرا ما كنا ننتظر وما يتلج صدور المغاربة بإحالة أمير المؤمنين. كل المقترحات على المجلس العلمي الأعلى تحت شعار أن أمير المؤمنين يطمئن شعبه بأنه لن يحل حراما ولن يحرم حلالا. وهذه هي كانت مواقف الحزب المغربي الحر المشرفة ضد جمعيات قوس قزح والأحزاب التي تدافع عن قوس قزح. ومن أراد أن يغير طبيعة الأسرة المغربية باش يولي لا قدر الله الراجل يتزوج بالراجل والمرأة تزوج بالمرأة وندخلوا في التركيبة اللي كنشوفوها المشوهة للأسر في بعض الدول الغربية. هذا مغرب إمارة المؤمنين، ومغرب شعار دولته هو الدولة الإسلامية، ومغرب القيم المحافظة وقيم الأخلاق. لذلك هذه المعركة انتصرنا فيها ولا زلنا سننتصر لأننا على الحق.
وهنا اسمح لي نأكد واحد الرسالة إلى واحد الألماني موجود هنا في المغرب كيترأس واحد الجمعية أو واحد المعهد ديال الديمقراطي وكيجمعوا فيه الأحزاب الليبرالية. وهو من نهار اللي بدأ الحزب المغربي الحر يعبر على مواقفه المشرفة الأخلاقية، وهو كيقوم بواحد الحملة ضد الحزب لطرده من هذيك الأممية الليبرالية. أسيدي اللهم طردنا من الأممية الليبرالية وما طردناش من الجنة ديال سيدي ربي. وإلا كنت كتعتقد المقيم العام أن المغاربة اللي دافعوا على الاستقلال ديال هاد البلاد أنهم كيخافوا لا من المعهد ولا أعضاء هاد الحزب باغين يسافروا ولا يمشيوا لشي أممية، راها أعضاء هاد الحزب غرب المواتاي والدفاع عن القيام. بارك علينا. دار واحد الاجتماع هنا وما استدعاوش الحزب المغربي الحر، اللي قال لك لان عنده مواقف من الالوان ديال قوس قزح. وانا كنقولها لك من لهنا، راه غيبقى موقفنا مناهض للمثليه الجنسيه ومناهض لتدمير الاسره المغربيه ومدافع عن القيام ديال هذا البلد. وطردونا من الأممية ولا طردونا من اللجان، خليونا غار تحت لواء إمارة المؤمنين والسلام عليكم. هذا الشيء اللي بغينا، هذا الشيء اللي بغينا في هذا البلاد. الإخوة الأخوات، احنا اليوم كنعقدوا دورة المجلس الوطني على بعد أيام معدودة من عيد العرش المجيد في ذكراها 25. وهذه أمور ماشي سهلة، ربع قرنين من اعتلاء أمير المؤمنين عرش أسلافه المنعمين. وهنا كما كنقولوا لا الرئيس الحكومة، وكما عندنا جرأة في المعارضة، اسمح لي يا مولاي، اسمح لي يا أمير المؤمنين، اسمح لي يا جلالة الملك أن أهنئكم وأن أتجرأ في رفع الخطاب إليكم لأهنئكم في ربع قرن من الإنجازات الغير المسبوقة في تاريخ الملوك العلويين، وغادي نعددوها. حقوقيا يا مولاي، في عهدكم تمت المصالحة وإغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكانت مسألة عبقرية من مالكين عبقري. في عهدكم تم إصلاح مدونة الأسرة ومنح الحقوق الكاملة للمرأة المغربية ومنح الحقوق الكاملة للطفل المغربي وللأسرة المغربية. في عهدكم يا مولاي ترأس المغرب لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. اجتماعيا كانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كانت مبادرة مليون محفظة، كانت المبادرة ديال الدعم الاجتماعي، كانت المبادرات ديال التغطية الصحية، كانت المبادرات الإنسانية للدفاع لمواجهة السرطان، للوقوف إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة. اقتصاديا كان مشروع طنجة المتوسط غير المسبوق، كاين مشروع أكادير وسط المملكة غير المسبوق، كاين ناظور مرتيكا غير المسبوق، كاين الحسيمة منارة المتوسط غير المسبوق، كاين مشاريع تحلية مياه الشرب غير المسبوقة، كاين المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة غير المسبوقة، كاين الطرقات، كاين المطارات، كاين الموانئ، كاين إدخال المغرب في الدول الاقتصادية الصاعدة، كاين مشروع أنبوب الغاز الكبير، كاين دعم مشاريع تطوير الفلاحة. سياسيا يا مولاي، كاين خطاب 9 مارس، كاين دستور 2011، كاين التزام الاختيار الديمقراطي، كاين دعم الأحزاب السياسية، كاين دعم الديمقراطية. عسكريا يا مولاي، كاين تطوير الجيش المغربي وتطويق الحدود
وتنفيذ قوة الردع المغربي أمنيا يا مولاي. كاين دحر الإرهاب وتجفيف منابعه، كاين الأمن والأمان دبلوماسيا، كاين المواقف المشرفة من القضايا العادلة بما فيها قضية فلسطين، كاين انتصارات دبلوماسية في قضية الصحراء، كاين التأكيد على استقلالية وسيادة القرار المغربي من أي محاولة ديال الابتزاز أو الضغط، كاين بناء علاقات دبلوماسية على أساس الاحترام المتبادل. في الأزمات الكبرى خرجنا مجموعين بتلاحم ديال الشعب مع أمير المؤمنين، في أزمة كوفيد، في أزمة 20 فبراير اللي كانت كتهدد المؤسسات، واللي عمرنا من ضمنا في الحزب المغربي الحر أننا خرجنا ماشي بالمنابر، خرجنا للشارع وأرواحنا على كتافنا، سموونا البلطاجية وسموونا، ولكن إلى تعودات يومنا هذا غنديروا نفس الموقف، لأن دفاعنا دفاع على المؤسسات ودفاع على الاستقرار. في البيئة يا مولاي كاين مشروع نور للطاقة، كاين النضال ضد التغيرات المناخية، كاين دعم المشاريع النظيفة وانتقال الطاقي. في الرياضة يا مولاي كاين احتلال المغرب نصف كأس العالم، نصف النهائي ديال كأس العالم، كاين تنظيم كأس العالم ديال 2025. كل هذه إنجازات 2030، كل هذه إنجازات تاريخية من حقكم يا مولاي أنكم تفتخروا بها وطنيا ودوليا، ومن حق الشعب على أنه يفتخر بها. لكن اسمح لي يا مولاي أن أتقدم إليكم وأنا على بعد أيام من أنني ننزل من رئاسة هذا الحزب، وعلى بعد أيام من أن أشد الرحال وأن ينظم مؤتمر آخر وربما يختار أمينا عاما آخر. اسمح لي يا مولاي أن أعرض عليكم 4 سنوات من التجربة في رئاسة حزب سياسي طمح وأمل على أنه يشتغل بالنزاهة ويشتغل وفق الضوابط ووفق احترام الدستور، وأنه يبني من أجلكم ومن أجل الوطن الذي تحلمون به جيل من المواطنات والمواطنين قادرين على أنهم يحملوا مسؤولية وأمانة الشأن العام. اسمح لي نقول لكم على أنه كاين الذي يسعى ليل نهار إلى خدش هذه الصورة، صورتكم وصورة إنجازاتكم. اسمح لي يا مولاي نقول لك على أن السيد رئيس الحكومة السي عزيز أخنوش كيشتغل ليل نهار لتدمير علاقتكم بشعبكم ولتدمير صورة إنجازاتكم، وكيضربوا عرض الحائط توصياتكم وخطابكم ورسائلكم. اسمح لي يا مولاي أنني نفكركم أنكم في 2019 في خطاب افتتاح البرلمان قلتوا إن تجديد اللقاء بكم، هنا رسالة للبرلمانيين في افتتاح البرلمان، قلتم يا مولاي إن تجديد اللقاء بكم كل سنة ليست مجرد مناسبة دستورية، وإنما هو منبر للديمقراطية الحقة والحوار البناء من أجل مغرب التقدم والكرامة. في المقابل كيف جاوبكم عزيز أخنوش على هذا التوجيه؟ كيف أجابكم رئيس حكومتكم؟ قال لكم وقال البرلمانيين أنا ما كنديهاش فيكم وأنتم لا تعلون لي شيئا والبرلمان لا يعني لي شيئا وأنا لا أؤمن بهذه المؤسسة، وما كيجيش يحضر لهم الأسئلة الشفوية، وما كيجيش يعبق بهم لمناقشة قضايا الأمة والاستماع إلى صوت المعارضة وإلى صوت الانتقادات. هكذا يا مولاي تتم تدمير صورة إنجازاتكم
وتوصياتكم المتشبتة بالبرلمان باعتباره المؤسسة التشريعية التي تنجز القوانين وتدافع عن المواطنات والمواطنين. مولاي، في خطاب افتتاح سنة تشريعية في 2014 تساءلتم وجهتم رسالة لكاع الأمناء العامون ديال الأحزاب السياسية، قلت فيها على بعد أقل من سنة الانتخابات المحلية والجهوية أتوجه إلى جميع الفاعلين السياسيين، ماذا أعددتم من نخاب؟ ماذا أعددتم من نخاب؟ وكان الجواب ديال عزيز أخ النوش وديال عبد الله طيف وهبي، وجد ليك واحد جماعة المجرمين، واحد جماعة ديال تجار المخدرات، وجد ليك يعني كما كيقولوا المصريين رد السجون. هادو اللي وجدوا لك يا مولاي، واليوم النيابة العامة مشكورة كتنقي فيهم واحد واحد. هكذا كان جواب عزيز أخ النوش وكان جواب عبد اللطيف وهبي على النخاب. لكن احنا في الحزب المغربي الحر جاوبنا على هذا التساؤل بهذا النخاب الحاضرة اليوم، من الأطر، من الجامعيين، من الأطباء، من الطلبة المقصيين، من المهندسين، من التجار، من الحرفيين اللي جاوا بلا درهم بلا جوج، جاوا إيمانا بينهم بضرورة تغيير هذا الوطن. وباركة من الفساد وراكم شوهتوا البلاد، باركة من الفساد وراكم شوهتوا البلاد، هكا من الفساد وراكم شوهتوا البلاد. قلتم يا مولاي في خطاب عرشكم على أنه أنتم ملتزمين بعدم تحليل الحرام وعدم تحرير الحلال، لنفاجأ بهذا الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة بأنها تسعى ليل نهار إلى إخراج سكة مدونة الأسرة على مسيرتها المتشبتة بالقيام ديال هذا المجتمع. الإخوة الأخوات، الإخوة الأخوات، احنا اليوم بينما نسمعه يوميا وبين خطب الملكية التي نتشبت بها ونشتغل عليها، نؤكد على أننا ملتزمون بالتضامن مع كافة المقصيين، ملتزمون بالتضامن مع كافة المظلومين، ونؤكد على أننا مستمرون في النضال من أجل هذا الوطن والنضال من أجل التغيير. ولكن سبيلنا الوحيد ماشي هو نضربه بالحجر كما يسعى البعض، سبيلنا الوحيد هو أننا نبني دولة حقيقية ودولة المجتمع الديمقراطي ودولة الأحزاب القوية، والمشاركة السياسية هي السبيل الوحيد للتغيير. لإخوة الأخوات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي إذا كنت طولت، اليوم ضيفنا الكريم إخوة الطلبة المقصيين أدعوه إلى الوقوف إلى جانبي. وأدعوه إلى أن يتلو كلمته كما وعدناه، وخا هو ما التمسش بما وعدنا. تفضل فليتفضل مشكورا.